أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم نسولوا الناس. حلقتنا اليوم كتكلم على عزوف الشباب والشابات عن الزواج. نزلنا للشارع المغربي نسولوا الناس عن أسباب العزوف، هل هي أسباب اقتصادية أم هناك أسباب أخرى؟ خليكم معنا نعرفوا آراء الشارع المغربي. حتى واحد ما بقى بحال الاخر، الراجل ما هو بحال المراه والمراه ما هي بحال الراجل. اصلا تيقولوا ما بقاش معامن لا من ناحيه البنت ولا من ناحيه الراجل، ولا الراجل تيخليك في الدار ويدير 10 من وراك، والبنت حتى هي نفس المشكل، يعني ما كاين لاش بلاد بغيت يتزوج لا ما بقى ديال راسه. ماشي صعيب، وانما داك الشيء على حساب دابا الاغلبيه ديال الناس ما بقاوش كيتزوجوا بوحده تيعرفها، يعني يا اما كيمشي عند شي وحده تيقول لها قلبي ليا على شي بنت الناس نتزوج بها. داك الشيء رجعوا الناس لداك الشيء ديال بكري، ما بقاش بزاف، يعني اغلبيه كاين بعض الرجال تيتوكل على العيالات وكاين بعض العيالات تتكل على الرجال. يعني دابا اغلبيه ولاو خص اشنو عندك انت، يعني لا انت خدامه وعندك الدار وعندك الشيء راه انت ديالتو، ما عندكش راك ماشي ديالتو. وبالنسبه للعيالات هكاك، يعني حتى هي كتشوف اشنو عندك، يعني عندك الدار وعندك الطوموبيل راك ديالها، ما عندكش راك ماشي ديالها. يعني بنادم ما كاينش الخدمه بزاف، اكثر هي كاينه البطاله عندنا في المغرب بزاف، يعني من ناحيه الرجال ولا من ناحيه العيالات، يعني البطاله كاينه بزاف. السبب ديال الزواج بعدا هو الامكانيات دابوخ، لان دابا كتعرفي بان مدينه الدار البيضاء عمرات بزاف، ويعني والكرا ولا فيها يعني كيخلق ازمه ديال السكن اولا، ثانيا عاوتاني الظروف الماديه، لان هاد الشباب راك عارفه ما كاينش خدمه، وكاع الا كان خدام مثلا ان شاء الله يربح 2000 2500 درهم ما تقدوش. لا بالنسبه لي هو كشخص عاده ملي غادي تتحمل المسؤوليه ديال الزواج راه فيها ما فيها الضوء فيها الكرا فيها الصير يعني يوميا، وزعما هادو هما الظروف اللي تيبانوا لي انا. الاغلبيه هما الامكانيات ماديا، ماشي يعني ما كاينش ولاد الناس او ما هادي او ما، لان كنشوف باغين يتزوجوا ولكن الامكانيات ما كايناش. وعاود ثاني كاين مشكل اخر هو ديالاش، انه باللي يعني كاين الفائض بصراحه، يعني الاناث اكثر من الذكور، فهمتي؟ عاود ثاني هذا الجانب حتى هو كيخلي، وكاين الخوف عاود ثاني كاين اللي تيقول لك وانا اللي دخلت عاود ثاني كما كنقولوا حنا القفص الذهبي، راه غنولي يعني مشدود وغنولي هادي وخصني هادي وخصني هادي. مثلا ولد واحد كتلقاه من بعد عامين او هادي عاوتاني عاود، يعني حتى الاطفال تاهما راه فهمتيني، وما تكونش اتفاقيه ما بين الزوج والزوجه على الاطفال، فهمتيني؟ هنا حتى هذا راه عاوتاني الدوله ما تتخلصكش على الاولاد، من غير الا كنتي خدام مثلا لا سينيساس مديكلاري في شركه او الى كذا. مابقاش الزواج لحقاش كاين المشاكل صافي، بنادم البطاله فهمتي، الرجاله الدريات مساكن حتى هما الله يكون في عونهم، مساكن حتى هما ولاو كيتعلقوا فين يتفلقوا، يعني كاين اللي بحالاش كل وحده، كاين اللي حمد الله كاين اللي ما حمداش الله، كاين اللي راضي على الواقع كاين اللي ما راضياش على الواقع، كاين اللي راضي على القدر كاين اللي ما راضياش عليه، وراه كل واحد على حساب فين كيطيح. انا مطلق جوج ثاني، علاش واش الدراري معايا كذب عليك؟ واش نكذب عليك؟ بغى الفلوس اكثر من القياس، فهمتي ولا لا؟ الانسان ملي كيتعود يعيش بواحد القدر ديال الفلوس، يعني ابري لا روتريت راه سي بلو لا ميم شوز. لا الاولى الاولى كيستيون ديال الاولاد صافي، الكيستيون ماشي الثانيه، الثانيه تعلقات فين تفلقات باغي يلا بانت لها الله يجيبها. ديجا كنت مزوجه، باقي الزواج، علاش ما باقيش؟ باقي الزواج. لا لا كاين الخير الحمد لله، كاين تبارك الله، الشباب كيتمناو يتزوجوا كيقلبوا على بنات الحلال، وحتى البنات كيقلبوا على ولاد الناس، والحمد لله كاين الخير في البلاد. لا ما كاينش عزوف، كاين اللي كيبغي يدير عزوف، اما الزواج كاين، اللي باغي يتزوج علاش لا؟ كاين الخير الحمد لله. الاسباب كيقول لك التعاون، وفعلا خصو يكون التعاون ما بين المراه والرجل، خصو يكون، ولكن الا كان القناعه، القناعه هي كل شيء. واختي راه شنقول لك، راه حتى الدريات فهمتي ما يبقاوش هذوك ديال الزواج، خصك تقلب عليها الا باغي تزوج. مثلا تقدر حتى تزوج بها وتولد وليدات وهذه، وتولي باغا الطلاق ولا باغا فهمتي شي حاجه اخرى. واختي هذا السبب الاول اللي قلت لك دابا فهمتي، والسبب الثاني شنقول لك الخدمه، قلت الخدمه ما كايناش. انا باغي نتزوج ماشي ما باغيش، ما كاينش شي واحد تيهرب من خايف من هذا الشيء فهمتي، تيبداو يعاودوا لي الناس تيبداو فهمتي، تنسمع من الرجال الكبار الثقه فهمتي، خصك تقلب على هاد بنت الناس اللي باغي تاخذ اللي غتكمل معاك الطريق، ماشي تمشي معاك حتى نص الطريق وتخلى عليك. كاين عده اسباب،
اولا النفسانيه، اصلا النفسيه ديال الشاب غير حاضره، وقيس على ذلك الاجتماعيه، وقيس على ذلك الاقتصاديه، وهذا راجع لعده اسباب. السبب الاول هو الثقافه، يعني واخذ الامور بهزليه ولا ببساطه، وهذا هو اللي كيجعل تكون هذا هو الثقافه داخل فيها المعقول، داخل فيها الماده، داخل فيها البيئه في انشاء الشاب، داخل فيها الحاله الاجتماعيه اللي كيشوف والديه انها غير مستقره، العائله والديه غير مستقرين اصلا، اخته غير مستقره اصلا، والتجارب اللي مروا بها في المجتمع ديالو كلها فاشله. وهذا راجع كيف قلت لك الاسباب كثيره متعدده، اولها هي الثقافه باش تصلح من الجدة، هو الثقافه. قلت العمل، بنادم ما عندوش فرص العمل فين غادي يكون راسو باش غادي يحاول يبني المستقبل ديالو بانه يفكر في الزواج. انا كنظن هذا الراي ديالي، فعلا العراس ناقصه بزاف هذا العام، بزاف ناقصه، ماشي غير ناقصه، راه ربما ما كايناش كاع. اغلبيه ديال الشباب ولاو كيلتجؤوا الوسائل منحطه بزاف، الفساد ما كيخليهمش يفكروا، هذا كيخليهم ما كيفكروش كاع في الزواج، تيقولوا وحده هذا راه كاينه، علاش غنمشي ندير مسؤوليتي ونكون راسي ونجبد من جيبي. وهذا رايي، كيبقى رايي. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما شفتوا معنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نسولوا الناس. أغلب الآراء ديال الشارع المغربي كانت كتقول أن الأسباب الاقتصادية هي اللي كتخلي الشباب والشابات يعزفوا عن الزواج، وهناك من رأى أيضا أن انعدام الثقة ما بين شباب وشابات اليوم هو أيضا من أسباب العزوف. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامجكم نسولوا الناس.